اختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت البطولة قد أجريت بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 24 وحتى 27 من أبريل الجاري. اختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي نظمتها القوات المسلحة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي أجريت فعاليتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر أبريل الجاري. وقد شهدت النتائج النهائية للبطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز للفرق حصول مصر على المركز الأول وقطر على المركز الثاني وجاءت سوريا في المركز الثالث. وفي سباق الفردي حصلت قطر على المركز الأول ومصر على المركز الثاني، فيما جاءت سوريا في المركز الثالث. فيما جاءت النتائج الختامية للبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد للفرق حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 565 نقطة، والأردن على المركز الثاني بنتيجة 533 نقطة، وجاءت السعودية في المركز الثالث بنتيجة 479 نقطة. أما بالنسبة لمنافسات البطولة للفردي، حصلت العراق على المركز الأول بتحقيق 152 نقطة، وجاءت مصر في المركز الثاني بتحقيق 150.5 نقطة، والأردن في المركز الثالث بتحقيق 148.5 نقطة. هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبي البطولة العربية العسكرية للفروسية على ما قدموه من نتائج وروح رياضية عالية خلال المنافسات، مما ساهم في نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات الدولية في مجال رياضة الفروسية. حضر ختام فعاليات البطولة وتكريم اللاعبين اللواء أركان حرب سعد الدين مصطفى مساعد وزير الدفاع ومدير المدرعات ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد ورئيس الاتحاد المصري للفروسية. كما قامت القوات المسلحة بتنظيم جولة ترفيهية للفرق العربية المشاركة بالبطولة، شملت زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، حيث عبر ضيوف مصر عن عميق امتنانهم للدولة المصرية على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبطولة.